السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أداة مجانية اللي بيشغلوا على ريفت الـ MEB. أنت ممكن يكون عندك مواسير كتيرة بالشكل دوت، فأنت عايز تعمل محاذاة، فبتقول له ألاين، فبيبدأ يعمل لك المحاذاة بالشكل دوت، وبعد كده بيبدأ يرسم لك كل حاجة بالمحاذاة زي ما أنت عايز. فدي أداة جميلة هتنظم لك الشغل وتخلي شكله جميل إن شاء الله. ألاين هي أداة مجانية تقدر تسطبها بدون أي مصاريف خالص.